السلام عليكم جماعة الخير، معكم عادل من قناة انثني جيم. في هذا الفيديو جماعة الخير، في هذا الفيديو راح نستغل كل زاوية في هذه الغرفة على اساس نعمل فيديوهات على اليوتيوب. اذا كان غرفتك ضيقة معلش تقدر تعمل فيديوهات على اليوتيوب، ولكن لازم تعرف كيف تستغل الزاوية بشكل صحيح يا عزيز المشاهد. لازم تعرف كيف تستغل الزاوية بشكل صحيح على اساس تعمل فيديوهات على اليوتيوب. فخلونا نطلب الكلام ومشاهدة ممتعة للجميع. يا جماعة أول زاوية اللي راح نستغلها اليوم اللي هو زاوية الآيماك. أول زاوية اللي راح نستغلها اللي هو زاوية الآيماك على أساس نعمل فيديوهات على اليوتيوب. لو لاحظتوا يا جماعة إن الزاوية ما فيها شيء مميز، فويش لازم نعدل على الزاوية قبل ما نصور فيديوهات على اليوتيوب، على أساس يكون في يعني في شيء يعني ملفت للانتباه في الخلفية يا جماعة. يعني لا تحطوا بس الكمبيوتر وخلاص، لا، يحتاج زين الخلفية قبل ما تصور فيديوهات على اليوتيوب. فخلونا نبدأ. طيب يا جماعة الخير، الحين يا جماعة الخير راح نحتاج حاجات على أساس نزين الخلفية يا أخوان. راح نحتاج حاجات على أساس نزين الخلفية. أول حاجة اللي هو الشجرة يا أخوان، طبعا الشجرة ما حقيقية يا أخوان، إنزين. فراح نحتاج هذا الشجرة على أساس وش نزين الخلفية. فالشجرة مهمة يا جماعة، الشجرة مهمة. إنزين لحظات يا أخوان، الحين بقي ونحتاج اللي هو الإضاءة يا أخوان. هذا شيء مهم جدا للخلفية، الإضاءة. لازم تحطوا إضاءة في الخلفية. أوكي، إنزين، جاي يا جماعة. لحظات بس. وعندك اللي هو البوكيت لايت، هذا RGB يا جماعة الخير، يعني يغير الألوان يا جماعة. فهذا نفس الشيء مهم لأنه إضاءة، فهذا راح يحلي الخلفية وراح يعطيه كاريزما للخلفية يا جماعة. فإذا كان عندكم الغوازي سعرها تقريبا $40 أمريكي، تحصلوه في الأمازون، وبحط رابط في الديسكريبشن يا جماعة إذا بغيتوا تاخذوا واحد من هذا الـ RGBs. أوكي، الحين بنبدأ عملية التجميل يا جماعة. راح نبدأ وش عملية التجميل. يلا نبدأ يا شباب. وخلصنا يا جماعة الخير، وأنا جالس أتعرق يا أخوان، جالس أتعرق، ولكن يستاهل التعب. ولا يشراكم يا أخوان، يستاهل التعب صراحة. الإضاءة والشجرة والRGB الأحمر مرة طلع ممتاز جدا لتصوير مقاطع على اليوتيوب يا جماعة الخير، إذا بغيتوا تعملوا ريفيو ولا باغين تشرحوا شيء عن مقطع معين، هذا الخلفية مناسبة جدا لهذا التصوير يا أخوان. مرة إيش اللي يحتاج له؟ إضاءة، شجرة، RGB فقط. ما تحتاج الآيماك، ما تحتاج كمبيوتر، تحتاج فقط الإضاءة والشجرة وحاجات بسيطة كذا، وتكون مرة أنت جاهز للتصوير فيديوهات على اليوتيوب يا أخوان مرة. فالحين راح نغير الزاوية يا أخوان إلى زاوية ثانية، وتصوير مختلف تماما عن هذا التصوير. أوكي، فخلونا نتحرك. يلا عنا شغل. أوكي، بحطك كذا، مرة ممتاز. كما تلاحظوا يا جماعة الخير، هذه الزاوية مختلفة تماما عن الزاوية اللي سويناها قبل شوية، لأن أنا حطيت العدسة أو الكاميرا خلف الشاشة،
شاشة الكمبيوتر يا جماعة الخير، هذه شاشة كمبيوتر. ليش؟ لأنه لما تحط هذه الزاوية أنت وإيش معناته؟ وإيش باغي تسوي؟ باغي تشرح حاجة في الكمبيوتر يا جماعة، باغي تشرح حاجة في الكمبيوتر، مثلا باغي تشرح عن الفوتوشوب أو برنامج مونتاج وكذا يعني. فأنت لما تحط الكاميرا حط مرة خلف الشاشة، يعني لا تحطه كامل بالكامل، إذا حطيت بالكامل طبعا ما راح يبين شكلك، فحطه بس نسبة بسيطة يعني تقريبا 20% صوب الشاشة و 80% صوبك أنت، نفس كيف أنا الحين طالع، نفس أنا كيف الحين طالع، أوكي؟ فويش هذا يبين للمتابع أن أنت جالس عند الكمبيوتر وتحسس أنه هو معك جالس. فهذه الزاوية ممتازة جدا لشرح حاجة في الكمبيوتر يا جماعة الخير. وكما تلاحظوا الخلفية نفس خلفية، ما غيرت أي شيء في الخلفية، فقط غيرت الزاوية يا أخوان، فقط ويش غيرت الزاوية، حطيت الكاميرا خلف الشاشة، هذا الشيء الوحيد اللي سويته الحين. أما في الخلفية ما غيرت شيء أبدا، الشجرة موجودة والإضاءة موجودة. فايس إذا بغيتوا تشرحوا حاجة في الكمبيوتر حطوا الكاميرا خلف الشاشة 20% فقط و 80% عندك أنت، أساسي بين شكلك الحلو هذا، أوكي؟ فهذه الزاوية مناسبة جدا لشرح حاجات في الكمبيوتر يا جماعة، مناسبة جدا لشرح حاجات في الكمبيوتر. أما الحين راح نغير الزاوية، الزاوية اللي راح نسويها الحين يا جماعة الخير أو الخلفية اللي راح نسويها الحين يا جماعة الخير راح يكون في كثير من الدراما، راح نستغل الـ RGB يا جماعة، وراح نخلي المقطع يكون درامي أكثر، راح نخليه وش؟ راح نخلي المقطع يكون درامي أكثر يا جماعة الخير باستغلال الـ RGB اللي في خلفي اللي باللون الأحمر. فخلونا نبدأ نعمل هذه الزاوية وأفهمكم أكثر كيف تخلي المقطع درامي يا جماعة الخير، كيف تخلي المقطع وش؟ درامي. يلا هذا الزاوية يا جماعة الخير، فهذا الزاوية يا جماعة الخير حطيت ليتين اللي هو الـ RGB بوكيت لايت يا جماعة الخير اللي تشوفوه خلفي الحين، حطيت الواحد أزرق والثاني اللي هو البنفسجي يا جماعة الخير، فيعطيك هذا الانعكاس يا جماعة، يعطيك هذا الانعكاس في الجدار يا إخوان. فوش لازم تسويه؟ تعمل زوم إلى 35 والفيديو يكون مرة درامي يا جماعة الخير، الفيديو يكون مرة وإيش؟ درامي. كما تلاحظوا عندك البنفسجي وعندك عندك الأزرق وعندك البنفسجي يا جماعة، عندك الأزرق وعندك البنفسجي، فيطلع مرة الفيديو درامي. فإذا بغيت تصور فيديو درامي يا عزيز المشاهد حط الإضاءة خلفك وخليه ينعكس في الجدار، إنزين، وخليه ينعكس في الجدار واستخدم إضاءة واحدة فقط اللي هو الإضاءة الرئيسية اللي هو الكي لايت، خليه يشع جهة واحدة فقط من وجهك، وجه الثاني خليه يكون إيش؟ مظلل أو مظلم. فيس وكذا انت راح توصل الى مظهر الدرامي يا اخوان، توصل الى مظهر وش؟ الدرامي. اذا بغيت تعمل فيديو نفس هذا الفيديو لحظه راويكم يا جماعه الخير، انا ما اعرف كيف ابدا، ما اعرف كيف ابدا واشرح لكم ايش اللي صار بالضبط، وعارف اني مقصر معكم، صرت ما انزل فيديوهات كثيره لاني كنت والله ما اعرف ايش اقول لكم صراحه، اعتذر منكم يا جماعه الخير وتقبلوا مني هذا الاعتذار، الرجاء ثم الرجاء. وكذا يا جماعة تعمل فيديوهات يكون درامي يا أخوان، فايش رأيكم؟ أي زاوية تفضلوا يا جماعة، تفضلوا هذه الزاوية أو الزاوية الأولى أو الزاوية الثانية أو الزاوية الثالثة اللي هو هذه الزاوية يا جماعة الخير. الزاوية الأخيرة طبعا كما قلت لكم إذا بغيتوا تعملوا فيديوهات تكون مرة فيها كثير من مشاعر، أوكي؟ أما الزاوية الأولى حل كل شيء، الزاوية الأولى حل كل شيء، حل شروحات، حل كل شيء. أما الزاوية الثانية كما قلت لكم إذا بغيت تشرح حاجة في الكمبيوتر يا جماعة، فإذا بغيتوا تشرح حاجة في الكمبيوتر
يستغل من الزاوية الثانية. أما الزاوية الثالثة طبعا كما راويتكم قبل شوية دراما، دراما يا جماعة. فاكتبوا لي في تعليقات يا جماعة الخير إذا كنتوا باغين أشرح لكم حاجات ثانية غير عن الزوايا. وكذا يا جماعة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، وادعمونا يا جماعة ادعمونا. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، ونتقانا إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.